احنا مسيحنا نصرتنا، ثالث يوم اخذنا مسيحنا غفراننا او توبتنا، ورابع يوم اخذنا مسيحنا معرفتنا، والنهارده بنعمه ربنا ناخد مسيحنا شفاؤنا. يباركنا قدس ابونا ارميا بولس وابونا ارميا، مدينا من السنه اللي فاتت ترنيمه كنا عايزين نقولها وجهزناها، بس كانت ظروف البلد صعبة، أبونا بالفعل اتحاش في الطريق ما قدرش ينزل، وأنا كنت معه التليفون وقال لي أبونا أنا عمال ألف من مكان لمكان عشان أنفد وجلته، لكن مش عارف أبونا يجي. لكن نشكر ربنا على كل حال، النهاردة أبونا معانا، أبونا جاب لنا ترنيمة حلوة يحفظها لنا. الترنيمة هتنزل قصادكم على الشاشات، واحنا طابعينها للي مش بيشوفوا الشاشه من الجناب، فممكن نوزع على الجناب، اللي مش شايف الشاشه بس هو اللي ياخد الورقه ان شاء الله، حتى كل اتنين يبصوا في ورقه يعني. كل سنه وانتم طيبين. انا اولا بتاسف على المره اللي فاتت، بس عالم ربنا انا نازل الساعه 5 و اتزنقت زنقة ما يعلم بها الا ربنا، واتصلت بقدس ابونا، وعلشان ارجع البيت تاني يعني لا قادر اطلع لقدام ولا قادر ارجع لورا، بس فكت ورجعت البيت الساعة 10 بالليل. يعني كانت فيه قافلين السكك وقافلين الطريق عشان جامعة الازهر وكله، وانا النهاردة من خوفي برضو نزلت الساعة 5، بس كانت السكة كويسة فنزلت الساعة 5، وصلت الساعة 6، فروحت للأستاذ رزق الساعاتي قلت أقعد عنده شوية لغاية ميعاد الاجتماع واجي أبقى ضمنت نفسي. الترنيمة اللي معاكم دي معمولة على وزن ترنيمة كنت عملتها وأنا طالب، يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، أظن كتير منكم سمعوها. أنا عملت على وزنها ترنيمة عن بدل ما أقول طهرني أقول فيها إيه؟ ارحمني. فاسمعوها مني. رب الحبيب رب الصليب اسمع صراخي واستجيب، بنده عليك بصرخ إليك، خليني دايما ليك قريب، بنده عليك بصرخ إليك، خليني دايما لك قريب وارحمني ارحمني ارحمني ارحمني، اغفر لذنوبي اكشف لعيوبي، انا محتاج لك يا ربي يا رب. ابونا يعقوب خلى ودانكم موسيقية من كتر الترنيم. نمشي نكمل. انا جبت كذا واحد غلط، جبت داود وجبت سليمان وجبت يونان وجبت بطرس، جبت الغلطات دول كلهم، وفي كل واحدة بنقول ارحمني. الاول انا بتكلم عن نفسي، قولوا معي كده. جيت بخطاياي جبتها معاي
علشان ارميها عيني صليب اغفرها لي اغفرها لي اغفرها لي مش ليا اغفرها لي اغفرها لي ارفعها لي سمعني صوتك يا حبيب اغفرها لي ارفعها لي سمعني صوتك يا حبيب ارحمني 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 اغفر لي نوبي اكشف لعيوبي انا محتاج لك يا ربي يا ربي رنم داود بالني والعود لما نسان جالو بوعود قال له اعترف مني ما تخاف ده إلهنا رؤوف عند الإنصاف قال له اعترف مني ما تخاف ده إلهنا رؤوف عند الإنصاف قال ارحمني 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 اغفر لي ذنوبي اكشف لعيوبي انا محتاج لك يا ربي يا قال سليمان اخر الازمان ان العالم مالوش امان بطل الاباطيل وقبض الريح ولا ينفعك غير الايمان بطل الاباطيل وقبض الريح ولا ينفعك غير الايمان قل ارحمني 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 اغفر لذنوبي اكشف لعيوبي انا محتاج لك يا ربي يا
صرخ يونان في بطن الحوت بصوت حزين ومال ينخوف، خالفت أمرك لإني عارفك إنك إله طيب ورؤوف، خالفت أمرك لإني عارفك إنك إله طيب ورؤوف، ارحمني 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 ارحمني، اغفر لذنوبي، اكشف لعيوبي، انا محتاج لك يا ربي يا ربي. بطرس سألوه المعرفوش وأنكر ربي. مرة تاني، بطرس سألوه المعرفوش وأنكر ربي الأرباب. خرج يسوع حمل صليب ونظر إليه نظرة عتاب. خرج يسوع حمل الصليب ونظر إليه نظرة عتاب، قال ارحمني 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 ارحمني، اغفر لذنوبي، اكشف لعيوبي، انا محتاج لك يا ربي يا. اخر بيت هو اول بيت بس هنقوله بلغة الجمع مش بلغة المفرد. قولوا معي كده، رب الحبيب رب صليب، اسمع صراخنا واستجيب، ننده عليك نصره إليك، خليك لشعب مصر قريب، ننده عليك نصره إليك، خليك لشعب مصر قريب، ارحمنا 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 ارحمنا، اغفر ذنوبنا.
ذنوبنا استر عيوبنا، شعبك محتاج لك يا ربي يا ربي. أبونا بس يريح صوته، احنا مش عارفين نشكر أبونا ازاي. أبونا جايب معاه كل حاجة، يعني جايب الترنيمة وجايب نفسه وجايب محبته وجايب قلبه وجايب اشتياقه لشعبنا. ربنا ده قدسك بركة كبيرة يا أبونا، بركة كبيرة. علم أبونا يريح صوته شوية والأذان يخلص، ناخد ترنيمة أنا إناء أسود كثير عليل، نقولها مع بعض بصوت حلو كده. أنا إناء أسود كثير عليل، لقيتني إيد خداف مالوش مثيل. أنا إناء أسود كاسر عليل، لقيتني إيد خزاف مالوش مثيل. صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا إناء اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزاف مالوش مثيل. صرت في يده انا ابيض جميل. انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عيني أمري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي. دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي. دايما بلقاك وحدك حلي وصديقي. انا عالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي. اذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص في عيني امري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجرح واسمع ردك عليا وتضمني ليك يا أبويا وفديا. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجرحكي معاك واسمع ردك عليا وتضمني ليك يا أبويا وفديا. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عيني أمري وضعفي صار
حيرة واسكت وصمتي اذكر ده دمك هو تمني وقيمتي انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري مهما ابليس رخص في عني امري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي اذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. ابونا ارميا بولس راعي وكاهن وملاك كنيسة الست العذراء بعيد بيه ربنا عضو تعب محبته معانا يكلمنا المسيح شفاؤنا. باسم الاب والابن والروح القدس. اي كاهن يقف يتكلم لازم يقرا جزئيه من الكتاب المقدس اللي هيتكلم عنها. لكن انا النهارده معلش عشان نتكلم عن المسيح شفائنا اخترت جزئية من صلاة ماري إفرام السورياني علشان نعيشها. واللي خلاني اخترت دي أتسابونا بعت لي البرنامج فخدت في البرنامج المسيح شفائنا فقعدت أبص في الشفاء قلت أنا أتكلم عن عمل المسيح أو معجزات المسيح او نوعية المعجزات. وانا ماشي واحد قطعني قال لي ابونا انا عايز اسألك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي يعني لازم نصلي بالاجبية. الاجبية انا ما بحسش فيها بتعزية. قلت له العيب مش في الاجبية. العيب فينا احنا. لان احنا بنردد الاجبية لكن ما بنعش الاجبية. فوانا ماشي قلت بس انا هتكلم في الشفاء في قطعة كتبها ماري إفرام السورياني كلماتها كلكم حافظينها. هنقول الكلمات مع بعض وبعد كده نتأمل فيها. تقولوا معاي يلا. هم 10 كلمات. قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا اغفر خطايانا نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفة مجدك غير المحسوس ولا المحدود من الان والى الابد امين. هم دول الكلمات اللي عايز اعيش معاكم فيها. لكن لازم احط ايات من الكتاب المقدس. العهد القديم ربنا بيقول انا هو الرب شفيك. وفي العهد الجديد بيقول والمحتاجين الى الشفاء شفاهم. وبيتنبأ عن صليب المسيح ويقول وبجلدته شفيتم. فأنا جاي أتكلم عن المسيح شفائنا. الإنسان كائن مركب. يعني ايه مركب؟ يعني من ثلاثية. فيه روح وفيه نفس وفيه جسد. والروح تحوي الضمير. والنفس تحوي العقل والذات والإرادة. والجسد يتكون من اعضاء مختلفة وكل عضو يختلف عن التاني وكل عضو له عمل يختلف عن عمل العضو التاني لكن كل الاعضاء تخدم الجسد الواحد. ورغم ان الانسان كائن مركب لكنه انسان ايه؟ واحد. زي صورة من الله. الله لما جه يعمل الانسان ان نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. يعني احنا على الصورة لكن الكاف دي للتشبيه. عشان كده لما حد يسأل سؤال ربنا خلقني ليه؟ ما ساعة ما خلقنا قال السبب. انا اتخلقت صورته. لكن مش شبهه. كشبهه. في اللغة اليونانية صورة ايكون.
ايكون اللي جت منها كلمة ايه؟ ايقونة. طب وشبه مكتوبة دمي اللي جت منها ايه؟ دمية او تمثال. دمية او تمثال، يعني لو جبت صورة للعذراء لواحد كفيف وقلت له دي صورة العذراء، يمشي ايده عليها يلمسها لكن ما يحسهاش، يلاقيها حتة ايه؟ ورقة. لكن ايه رأيكم لو صورة العذراء عملتها تمثال وجيت للكفيف قلت له دي العذراء، اول ما يمسها يبتدي يحس المناخير، العينين، البق، الراس، الجسم. عشان كده احنا فينا صورة الله، ومطلوب مننا ان نحول الصورة الى مثال. يعني انا فيا صورة الاتضاع، لكن لما اتضع الناس تلمس فيا هذه الصورة. فيا صورة الحب، لما اقدم حب ومارس الحب الناس تلمس فيا الحب. فيا صورة الطهارة، لكن لما اسلك في الطهارة الناس تلمس فيا الصورة. عشان كده المطلوب مننا ان احنا في حياتنا نحول الصورة الى مثال. الانسان فشل وجه الشيطان قال له سيبك من صورة الله وبص لصورتي انا. ابص لصورتك انت؟ قال اه. بص لصورتي وتصرف. ابص الاقي فيه كبرياء، اسلك في الكبرياء. فيه الغضب، اسلك في الغضب. فيه الطمع، اسلك في الطمع. فيه الخبث، اسلك في الخبث. فالصورة لما بتتحول لمثال انا شكلي بيعمل ايه؟ بيتغير. الشكل بيتغير. والدليل على ذلك لما راحوا لربنا وقابلوه قال له اذهبوا عني انا ايه؟ لم اعرفكم. ازاي يا رب ما تعرفنيش؟ مش انت اللي خلقتني؟ مش انت اللي نسكتني؟ مش انت اللي عملتني على الصورة دي؟ ازاي ما تعرفنيش؟ قال لي لا، انا ما خلقتكش بالصورة دي، انا خلقتك بصورتي، بس انت رحت خدت صورة غيري، ومدام خدت صورة غيري روح العيش مع غيري. على العموم الكل شوه الصورة، والكتاب قال ان الجميع زاغوا فسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فجاء المسيح يسوع صورة للانسان الكامل، وتصرف كمثال للانسان الكامل، لدرجة ان بعد ما تصرف وقف وقال لنا من منكم يبكتني على خطية. احنا اعوزنا مجد الله، لكن هو يقول له ايها الاب انا مجدتك على الارض، يعني هو اللي اعلن مجد. تقول لي طب ما ده المسيح. اه، عمل الروح القدس بقى ياخد من المسيح ويدينا، ياخد من المسيح ويدينا الى ان يتصور المسيح يسوع فينا. فالشفاء بتاعنا ليه نواحي كتيرة من الشفاء. عايزين احنا الليلة نتكلم عن شفاء الروح وعن شفاء النفس وعن شفاء الجسد. وكل حاجة القديس ماري افرام السرياني حطها في هذه الصلوة، لدرجة ان الاباء خلوا هذه الصلوة خاتمة لكل ايه؟ لكل صلوة. يعني لو صلينا الغروب لازم نقول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، لو صلينا النوم، لو صلينا باكر. بس احنا عايزين نعيش هذه الكلمات اللي تقدر تعمل فينا شفاء كامل. اولا قدس ارواحنا. يعني ايه يقدس ارواحنا؟ التقديس يعني التخصيص. القداسة لا تغير ولكنها تخصص. يعني لما موسى قدس الخيمة بتاعت الاجتماع ويقول ان الخيمة تقدست، لا الذهب بقى خشب، ولا الخشب بقى ذهب، ولا الاسمنجوني بقى قرمز، ولا القرمز بقى ارجوان. لا، الذهب ذهب والخشب خشب والقماش قماش، لكن كله اتخصص لمين؟ اتخصص لربنا. فربنا لما بيقدس ارواحنا يعني خصصها. يعني ايه خصصها؟ يعني نبقى ملكيته الخاصة، لانه اشترانا بتمن، واحنا ملك للي اشترانا، مش ملك لانفسنا.
الحاجة الوحيدة اللي بتخلي أرواحنا ما تتقدس إن ذواتنا بتسيطر على أرواحنا. ذواتنا بتسيطر على أرواحنا. وربنا قال عشان تبقى ليا تلميذ لازم نمرة واحد تنكر ذاتك وتقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يبقى أول شفاء للروح هو حياة التقديس. التقديس يعني التخصيص. طيب الروح تحو ايه؟ تحو الضمير، والضمير ده صوت الروح الإنسانية، والضمير ساعة يبقى ضمير غاش، وضمير واسع، وضمير ضيق، وضمير موسوس. ممكن الضمير يخطئ؟ ايوه الضمير بيخطئ. والدليل على ذلك عندنا في الصعيد لما واحد يتقتل له حد وياخد تارو يقول لك ضميري استريح. اه ده ضمير ايه؟ ضمير غاش. عشان كده الكتاب المقدس بيقول مرشوشة مرشوشة قلوبكم من ضمير غاش. يعني زي ما موسى رش خيمة الاجتماع رش دم يسوع على قلوبكم، وهنا اصبحت قلوبكم وحياتكم ملك بالكامل للمسيح يسوع. دي حياة التقديس. حياة التقديس نمرة اتنين قال له طهر اجسامنا. خلي بالك من اجسادنا واجسامنا تفرق كتير. جسمي يعني لحمي، لكن جسدي يعني كياني، لان ممكن اطلق علي روح ونفس وجسد اسميهم ايه؟ انسان الجسد او الانسان العتيق. لكن كلمة جسمي يعني لحمي ودمي. فهنا بيقول ايه؟ طهر اجسامنا. يعني ايه طهر اجسامنا؟ ده سؤال. انا بقت روحي مقدسة، في تقديس الروح صارت لملك لله، ومدام ملك لله يبقى بقى المسيح هو فيها، ومدام المسيح يبقى خدت البنوية. عشان كده احنا خدنا الولادة التانية، الروح تتولد. ما فيش آية في الكتاب المقدس يقول ان الروح تخلص. الخلاص لمين؟ للنفس. نائلين غاية ايمانكم خلاص نفوسكم. ما المسيح عمل على الصليب ثلاث حاجات، ادانا الولادة وخدناها، وادانا الخلاص وخدناه، وادانا فداء الاجساد ولسه ما خدناش. ده تأجل فداء اجسادنا، اتأجل. عشان كده بيقول في روميا متوقعين يعني منتظرين التبني فداء اجسادكم. والدليل على ذلك ان مؤمنين وفي قمة الايمان والجسد فيه مرض وفيه تعب وفيه ضيق. تماف إريني كان عندها 8 امراض، البابا شنودة كان عنده كمية امراض. بولس الرسول يقول اعطيت شوكة في الجسد جاء ملاك الشيطان ليلطمني. يبقى اذا هنا التالتة دي لسه ايه؟ ما خدناهاش. عشان كده بيسمي العطايا عربون الروح. عارفين يعني ايه عربون الروح؟ يعني لما تيجي تسألوني الصليب ده بكام؟ اقول لكم دفعت فيه 10 جنيه عربون. يبقى 8 و10 جنيه؟ لا، ربط كلام. ربنا ادانا حاجتين واجل الحاجة التانية. الحاجة التالتة اجلها لمجيئه. مش هيصنع فداء، هو صنع الفداء كامل، بس قدم لنا من معطيات الخلاص حاجتين وفضل حاجة. فاكرين شاول الملك لما خرج من عند صموئيل قال له هتروح عند بيت إيل بطلاه تلاقي 3 رجالة، واحد شايل 3 رغفة، واحد شايل 3 جداء، واحد شايل زق خمر، هيدولك رغفين. طب ما يدونيش ليه التالت؟ قال لا، ده التالت متأجل لما يجي المسيح هيفتدى الجسد. يعني يفتدى الجسد؟ يغير شكل جسد تواضعنا لكي يكون على هيئة صورة جسد مجده. تغيير الأجساد. الجسد الترابي ده هو هيقوم، بس يتحول من ترابي إلى نوراني. يكفي أن القديس يوحنا بيقول جملة من كلمتين، سنكون مثله، سنكون مثله وهو أبرع أبرع جمالا
من بني البشر. وخلي بالكم لما جه عند الدفن يقول لك يزرع جسد حيواني ويقام جسد نوراني. فاحنا هي ده الشفاء الكامل اللي هناخده. لكن واحنا ساكنين في الجسد محتاجين لتطهير الاجسام. اصل احنا عايشين في مصيبتين مش مصيبة واحدة. مصيبة اسمها العالم الموضوع في الشرير، ومصيبة تانية اسمه جسد الخطية. يعني مصيبة من بره ومصيبة من جوه. انا ساكن في جسد اسمه جسد الخطية، قلت بالاسام صورت وبالخطية ولدتني امي، وعايش في عالم موضوع في الشرير. هتلاقي ايه نتيجة؟ عالم موضوع في الشرير مش هشوف حواليا غير شر. ولو بصيت جوايا الاقي جسد الخطية، لدرجة اصرخ واقول يا ناس الخير اللي انا عايز اعمله مش قادر، والشر اللي مش عايز اعمله اياه افعل، واوصل لدرجة اللي قال فيها بولس الرسول ويحي ويحي انا الانسان الشقي، مين ينقذني من جسد هذا الموت. انا ما كنتش اعرف كلمة جسد هذا الموت على فكرة، لغاية ما رحت اتينا وانا راجع من كندا، نزلت اتينا فهم بيفرجوني وروني غرفة الاعدام عند اليونان في اتينا. اتاري كل دولة لها طريقة لاعدام القاتل. يعني مثلا عندنا مصر هنا يشنقوه، في بلاد برة مش عارف الكرسي الكهربائي او يضربوه بالنار، في ناس يحرقوه. عند اليونانيين في حاجة اسمها غرفة جسد هذا الموت. الغرفة دي عبارة عن متر ونص في متر، اتفرجت عليها وشفتها. لما واحد يقتل يجيبوا القاتل والمقتول وينيمهم على بعض، يحط وشه في وشه وايديه في ايديه ورجليه في رجليه، ويربطوهم بحبال ويحطوهم في الأوضة لمدة اسبوع. طبعا بعد يوم او اتنين يكون مات، يصرخ العفن يطلع في وشه ارحق اعتقوني، يقولوا لازم تاخد جزاء اللي انت عملته. اهو هو ده جسد هذا الموت. مين اللي قتلني؟ نفسي، نفسي بالخطية، اجرة الخطية موت. مين ينقذني من نفسي اللي انا شامم عفنها وشامم دسمها؟ مين يقدر يعمل كده؟ مين يشفيني منها؟ اشكر الله بيسوع المسيح الذي قبل ان يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا، عشان يحلنا منها يا احبائي. عشان كده احنا بنقول طهر اجسامنا. تطهير الاجسام بتيجي بايه؟ بالتناول. اجسادنا لحم فاسد، لحمكم ولحمي فاسد. في آية في الكورنثوس بتقول ايه؟ لحم ودم لا يرث ملكوت الله. تقولوا لي ربنا يطمنك، طب ما كل اللي بيسمعوك لحم ودم. قال السبب، قال مش عشان لحم ودم، قال لان لحمكم فاسد ودمكم فاسد وملكوت الله عديم الفساد. مش ممكن الفاسد يورث عديم فساد. عشان كده اقول الآية تاني، لحما ودما لا يرث ملكوت الله، لانه لا يمكن للفاسد ان يرث عدم فساد. طب وما للفاسد يورث ايه؟ يورث فاسد زيه. يعني ممكن تورث عمارة، تورث ذهب، تورث ارض، تورث فلوس. دي حاجات فاسدة ورايحة بطلة وانت باطل، وهو بيتلموا على بعض. لكن ملكوت الله ده عديم الفساد. عديم الفساد ده عايز عملية تطهير من الفساد. طب ومين؟ اجيب منين لحم غير فاسد ودم غير فاسد؟ قال مفيش غير واحد. قال عنه الكتاب لا تدع تقيك يرى فسادا. طلعت الحمامة قعدت تلف تلف تلف، الحمامة ما بتتكلمش بس انا هخليها تتكلم الليلة دي. قعدت تلف 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 ورجعت لنوح. الحمامة ما تعرفش تعوم والغراب ما يعرفش يعوم. لما طلع الغراب ما رجعش. افتكر نوح ان الغراب بيحب الرمم والنتانة والعفن فما رجعش. الحمامة ما تحبش لا النتانة ولا العفن ولا الفساد، رجعت
نوح قال لها ايه؟ الارض نشفت؟ قالت له لا، الارض مغطية الدنيا كلها. طب رجعت ليه؟ جنحتي وجعتني. طب ما لقيتيش حد تقدر تستقر عليه؟ قالت له لقيت الاف من الناس عايمين على وش المية، بس كلهم معفنين وانا ما اقدرش اقف على واحد معفن خالص. قالت له خالص، لغاية ما جه عديم الفساد ونزل في نهر الاردن، يقول لك فنزل الروح القدس مثل حمامة وايه؟ استقر عليه. كأن الحمامة بتقول هو ده عديم الفساد، ويجي المسيح يقول لكم ايه؟ خذوا كلوا، هذا هو جسدي، اشربوا، هذا هو دمي. يبقى هنا يطهر اجسادنا بتناول جسده. اوعى تفتكروا في القداس انت بتاخد فتفوتة من جسد المسيح او تتاخد جزئية، لا، لو خدت ذرة من الجسد انت خدت ايه؟ الجسد بالكامل. ولو خدت نقطة على المستير انت خدت الدم بالكامل، وهو ده السر، انت خدت المسيح، خدت عديم الفساد. فانا طهر جسدي وشفاه بسر التناول. طيب، نقي نياتنا. ما هي النية؟ النية اللي هي عواطف. نيتك يعني ميولك، يعني عواطفك. نيتك ايه؟ لما واحد يتكلم تقول له بقولك ايه، هي انت نيتك عايز ايه بالظبط؟ ايه ميولك؟ انت ليك نية؟ والله ليه نية. انت بتقول له امل يا رب اذنك هنا، وهو بيقول لها انسي اسمعي يا ابنتي واميلي اذنك، يعني اميلي يعني خلي عواطفك تتجه ليا، خلي العواطف تتجه ليا. تنقية النية ازاي؟ عرفنا ان تطهير الجسد في الشفاء بالتناول. طب وتنقية النية؟ بالمقارنة. عارف ينقي؟ كلمة ينقي دي ما يعرفهاش غير السيدات. لما نجيب لهم شوية رز ولا شوية قمح ونقول لهم خدوا عملوا ايه؟ نقوهم. يعني ايه نقيه؟ يعني يشيل منها الشوائب. شوف نيتك كده، شيل الشوائب. ايه هي الشوائب؟ حبيت كم واحد وخدعك، حبيت كم واحد وفضحك، حبيت كم واحد وخلبيك. ما تقارن بين حب الله وحب الآخرين. شوف اللي انت بتحبهم. اغلى حد عندي مني ايه؟ عندي ابوي امي. لو مت حد منهم هيندفن معاي؟ حد منهم هينزل معاي المقبرة؟ الوحيد هو. في رحلة حتمية مصيرية لابد ان يطلعها كل واحد مننا، مش يقول لك مش هطلع الرحلة دي، هيطلعها ولوحدك انفرادي. ما بتسألش نفسك عن الرحلة دي؟ ما تدور على الرفيق اللي يقدر يعدي بيك الرحلة دي؟ ما تدور زي ما دور داود وقال له حتى اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك عكازك هما يعزيانني، هما يعزيانني. نقي نيتي. تنقية النية ان ابادل الحب بالحب، وده اللي قاله يوحنا، نحن نحب لانه احبنا اولا. كل ما تتعامل مع الناس اكتر تحب ربنا اكتر. امي اللي كانت غالية عليا جدا، لما كنت اغلط الغلطة ما تفوتها ليش مرتين، وهو اغلط فيه عشرات المرات، واول ما ارجع له الاقيه فاتح احضانه وبيقبلني ويقول لي من يقبل الي لا اخرجه خارجا. بطرس انكره. انكره اول ما شافه، وكان يفتكر ان بطرس هيقول له تعالى هو ده العيش والملح اللي كناه. بتقول ما عرفوش، انت ما تعرفنيش يا بطرس، اخص اخص. ابدا ولا كلمة من ده كله. عارف قال له ايه بطرس؟ سمعان انت بتحبني؟ سؤال. قال له ايوه. قال له خلاص اللي فات مات،
ارعى خرافي. يا خروف تايه، سبت عشانه بقيت المية وما سبتوش، ولما لقيته أوام ضميته وما عاتبتوش. بيقبلني من غير ما عاتبني، أقول له ماضية وحش يقول لك سيب ماضيك عليا، سأسيب الماضي بتاعك كله عليا، وسيب نفسك زي الخزف بين إيدين الخزاف، وأنا هصنع منك خليقة جديدة، وهرافقك في رحلة حياتك، وهتبقى عيني عليك من أول السنة إلى آخرها، حتى وأنا بغلط، حتى وأنت بتغلط. كان زمان بنقول ترنيمة يمكن بعضكم يعرفها، وأنت في الخطية كنت غالي عليا، حتى وانت في الخطية، ده وانت بتخطئ وما بتسمعش صوتي والشيطان يقول افضحه، اقول له اوعى ده ابني بكرة يفوق ويرجع. نقي نياتنا، تنقية النية سيب شوائب الدنيا، لو ما تنقتش نياتكم هنعيش طول عمرنا في حزن، وطول عمرنا هنكون شكايين، ابن اللي ربيته ما سألش فيا، البنت ما اتصلتش، مش عارف فلان اللي كنت معاه ولا كأنه يعرفني، اديني اتوحدت بقيت لوحدي بقى ما معيش حد. ليه؟ لما يبقى هو منقي نياتكم تسمع صوته، لما يجي الشيطان يقول لك ان انت اتوحدت وما معكش حد، قول له مين قال لك؟ ده قال لي لا اترككم يتامى، وما دام هو ابويا واهلي وكل ما ليا والف ويائي، أقول مع أساف ومعه فوق الأرض لا أريد شيئا. اشفي أمراضنا، كل حاجة لها عمل. كيف يشفي أمراضنا؟ بجلدته. شوفي الحتة دي دوختني دوخة، اشمعنا قال بجلدته شفيت؟ طب ليه ما قالش بالمسامير شفيت، بإكليل الشوك شفيت، بطعنة الحرب شفيت؟ اشمعنا بجلدته شفيت؟ قعدت شهور ادور وادور واقرا في التفاسير ان الاقي حد يقولها ما حدش جاوبنا عليها. عارفين مين اللي جاوبنا على السؤال ده؟ المرحوم علي امين اخو مصطفى امين، كتب كتاب اسمه سنة اولى سجن. الكتاب موجود في السوق اللي جيبه. قال ايه علي امين؟ بيحكي على العذاب اللي شافوه. قال اول ما بنروح بيقلعون عريانين ويجيبوا جريد بالسل بتاعه وينزلوا بيه ضرب على ظهرنا، الضربة تطلع بالدم، بنصرخ نجيب اخر الدنيا. قال والعجيب ان بعد ما تاخد 12 ضربة تفقد الاحساس، وتتضرب بعدها 100 ضربة ما يستمع لكش صوت. اتاري المسيح شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. فاول حاجة خدها المسيح عذاب هو ايه؟ الجلد. فهو بيتجلد كان بيصرخ لغاية ما فقد الاحساس، لما فقد الاحساس كان كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها ظلم وتزلل ولم يفتح فاه، يعني ما شعرش بالم المسامير ولا بالم الحربة ولا بالم كله، لان الجسم ربنا حط في جسم الانسان في جهاز الاحساس درجة معينة، لو زادت عن حدها يفقد الانسان الاحساس. اتاري صرخات يسوع لم تسمع الا عند الجلدات. وانتوا لما تقولوا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، وانت عيان بمجرد ما بتصرخ الاب ما بيسمعش صوتك، بيسمع صوت صراخ ابنه وهو بيتجلد، وهو بيحب ابنه موت، فيجري بسرعه ويشفيك وتقول بجلدته شفيت. خدت شفاء بجلدات يسوع، صرخ عشان يوقف عمل صراخي. بس الامراض ربنا بيسمح بيها، والتجارب بيسمح بيها، اللي بيسمح بيها كدواء ربطني بكل الادوية المؤدية الى الحياة. وعلى فكرة
عند شفاء الأمراض مربوطة بغفران الخطايا. عشان كده يقولوا اشف أمراضنا واغفر ايه. فاكرين لما كانوا بيجيبوا للمسيح يسوع واحد يقول له ايه؟ ثق يا ابني مغفورة لك خطاياك. اليهود ابتدوا يتزمروا، ايه ده؟ هو احنا جايبين لو عايزين يتغفر خطيته ما نروح الهيكل عند الكاهن ويقدم الذبيحة، احنا جايين لك عشان تشفيه مش عشان تغفر له خطايا. قال لهم لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان ان يغفر الخطايا، ان هو الاسهل ان اشفي له الجسد ولا اشفي له الروح والنفس واغفر له خطاياه، ان هو الاسهل. شفاء الجسد ما الاطباء بيقوموا بيه، ياما اطباء بيقوموا شفاء الجسد، دكتور شاطر يكتب لك دواء بتبقى في الحضيض ربنا بياخد بايدك وبتخف. فشفاء الجسد يقوم به الانسان، لكن مغفرة الخطايا لا يقوم بها الا الله وحده، الله وحده. تيجي تقول لي طب ما الكاهن بيغفر الخطايا، يغفر الخطايا بالسلطان، مش بسلطان هو، بسلطان الله. والدليل على ذلك لما بروح لابونا يعقوب واقول له اخطيت حللني، ما بيقوليش حللتك، صح ولا لا؟ حد فيكم راح لابونا وقال له اخطيت حللني قال له خلاص حللتك؟ لا، قال الله يحلك، يعني بينقل له السلطان، وكيل السرائر الالهية بينقل السلطان. لكن فعلا اللي بيغفر الخطايا هو واحد وهو الله، والسلطان اعطي للكهنوت لكي يوصل لك سلطان المغفرة. فهنا بتيجي الصورة، اشفي امراضنا اغفر خطايانا. وبعدين قال له في حاجة تانية، ايه هي؟ نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. ما الفرق بين الحزن الرديء ووجع القلب؟ اظن بنقولها بس ما بنفكرش فيها، احنا بنرددها زي الببغان لكن ما بنفكرش في معانيها. ما هو الحزن الرديء وما هو الوجع القلب؟ انا روحت لقيت البيت بتاعت حرق، ده بيسبب لي ايه؟ حزن رديء. فلوس اتسرقت جاب لي حزن رديء، سقوط حزن رديء، خسارة حزن رديء. طب وجع القلب، موت واحد غالي عليا، ده مش حزن رديء، ده ايه؟ وجع قلب. عشان كده لما يموت ابن ولا يكون وحيد يقول لك يا النار اللي في قلبي، يا الوجع اللي في قلبي. فالتجارب اللي تخص ولادنا وحبايبنا بتجيب وجع قلب، والتجارب اللي بتصيب ممتلكاتنا بتجيب لنا حزن رديء. انا ما بقولش ما احزنش، نزلت لقيت عربيتي مثلا خطفوها ولا كسروها ولا عملوا كذا، انا دي ما بتجيبليش وجع قلب، لكن تجيب لي ايه؟ حزن رديء، بحزن. فهو بيقول له نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. تقول لي طب وازاي دي شفاءها؟ احطنا بملائكتك القديسين، ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. ينجيهم، في ملاك حارس، في ملاك حامي. عشان كده احنا محروسين. ناس كتيرة بتتضايق، مرة واحد كده بيقول على فكرة، قلت له ايه؟ قال لي انتوا صعبانين عليا. قلت له ليه؟ قال لكم انكم اقلية. قلت له بس معنى الاغلبية. قال لي يعني ايه معكم الاغلبية؟ قلت له اصل عندنا نسبة الشياطين اللي سقطوا تلت نجوم السماء، يعني ابليس وجنوده التلت، ومخائيل وجنوده التلتين، والتلتين قد التلت مرتين. فان الذين معنا اكتر بكتير من الذين علينا. مش هبص، لا هبص للواقع ولا المنظور، لكن هبص ليه. عشان كده بقول احطنا بملائكتك القديسين. لو الانسان حاسس ان ملائكة الله محاطين به، وايه؟ لكي نكون بمعسكرهم. يعني ايه معسكرهم؟ يعني لواء كامل من الملائكة محيطين بينا في معسكر. واحد يقول لي بس بلاش الكلام الروتيني، طب والكنائس اللي اتحرقت؟ مين اللي حرقها؟
لا احنا 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 اللي حرقناها. ما هو ربنا ادى وعود وقال اكون معاكم عيني عليكم من اول السنة لاخرها، شعرة من رؤوسكم لا تسقط، ابواب الجحيم لن تقوا عليها، من يمسكم يمس حدقة عينه، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. ايه رأيكم في الكلام الجميل؟ ولكن دي ما بناخدش مالنا منها، ولكن حينما تبتعدون عني بأمة غبية اغيظكم. مش هجيب لكم نص نضال، أمة غبية اغيظكم. انا مرة من حوالي 15 يوم رحت اوعظ في كنيسة، وبعد كده بعد ما طلعت بصيت لقيت الراجل، راجل كبير 70 سنة، قال لي ابونا اقول لك كلمة ما تزعلش مني؟ قلت له اتفضل ازعل ليه؟ قال لي انت راجل رومانسي. فانا بصيت له كده قلت له يعني رومانسي؟ قال لي خيالي. قلت له طب خيالي في ايه؟ فطمني. قال لي واقف تقول لنا حبوا اعدائكم، اخي قول لنا حبوا احبائكم. ده لا الاب بيحب ابنه، ولا البنت بتحب امها، ولا الاخ بيحب اخته، ولا الخادم بيحب الخادم، وكله بياكل في بعضه، وجاي تقول لنا حبوا اعدائكم يبقى رومانسي ولا لا؟ ليه حق. وان ما كناش بنحب بعض كدابين ان قلنا احنا بنحب الله الذي لا نرى، مش قال كده؟ وهنا بيحصل اللي بيحصل. شوفوا في المزمور بتاع المتوكلين على الرب يقول لك ايه؟ الله لا يدع عصا الاشرار تستقر، ما قالش تمتد، هي هتمتد بس مش هتستقر على نصيب الصديقين. بمجرد ما تمدت وحرقت لنا كام كنيسة من المباني كله جري على ايه؟ كله جري على الكنيسة، واللي ما بيتناولش راح يتناول. وقلنا له يا رب التجربة صعبة، قال لا ولا صعبة ولا حاجة، انا مش هخليها تستقر. ايه رأيكم؟ القانون بتاع الدولة قال هيمسكوا 4 سنين، وهم قالوا 500 سنة، وربنا قال سنة واحدة كفاية لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاسم. لكن ده بيخلينا لما في الضيق يشفينا ويرجعنا، ان ما نتركوش ما نسيبوش. احنا في اخر الايام، ارجوكم عشان خاطر المسيح، اخر علامة قربت تتم. اليهود عايزين يبنوا الهيكل، وهو قال متى رأيتم ركسة الخراب، متى رأيتم الهيكل بدأ يتبني، اعرفوا ان الوقت قريب. مصيرك ايه لما تقعد تاكل في خرنوب الخنازير ويجي المسيح ياخد اخواتك ويسيبك؟ هتصرخ وتقول له افتح لنا؟ يقول لك ما عرفكمش، ما الباب كان قدامكم، مكاسرين يا احبائي دلوقتي في الهاوية ينتظروا ييجوا دقيقة يقعد وسطكم يقدموا توبة، بس فرصتهم انتهت. لكن انت فرصتك دلوقتي موجود، ان سمعت صوته لا تقسوا قلوبكم. الله يشفي نفوسنا وارواحنا واجسادنا، ويعطينا ان نعيش المسيح يسوع يعمل فينا وبنا، له كل مجد وكرامة الى الابد. امين.